إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما قلنا سابقا، مسلم 90 عاما وهو على الإسلام والتوحيد، في آخر 30 ثانية من حياته أشرك، خالد مخلد في النار عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. موضوع جد، الموضوع جد. الشرك عظيم، أعظم الذنب هو الشرك، وأعظم العقوبة على الشرك، أعظم ذنب على الإطلاق هو الشرك، وأعظم عقوبة إنما هي على الشرك. لماذا؟ أولا لأن الشرك معاندة لله، الله يخلقك لكي توحده وأنت تعاند الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون، ويأتي هذا فماذا؟ فيشرك.